يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من شرح الجزرية في علم التجويد. يقول الناظم رحمه الله: وأظهر غنة من ننوى من ممن إذا ما شدد وأخيا الميم إن تسكن بغنة اللدى بائن على المختري من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر اللدى وون وفاء أن تختفي وحكم تنوين ونن يلفى إظهار يضغم وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة اللزم وأدغم بغنة في يمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. قوله رحمه الله: وأظهر غنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. أمرك رحمه الله بإظهار صفة الغنة من النون والميم إذا كانتا مشددتين، وقد تقدم معنا تعريف الغنة، ومثال ذلك من القرآن قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فلما جن عليه، فلا بد من إطالة الصوت بالنون والميم المشددتين في الأمثلة المتقدمة في ثم الناس فلما جن. ثم قال رحمه الله مبينا أحكام الميم الساكنة: الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قوله رحمه الله: أهل الأداء يريد أهل الأداء، وهم أهل الفن من علماء التجويد والقراءات. وقصر الكلمة للوزن، وقيد رحمه الله إخفاء الميم عند الباء بأن تكون ساكنة، فقال: إن تسكن. وأشار بقوله على المختار من أهل الأداء إلى الخلاف بين العلماء في حكم الميم الساكنة قبل الباء، هل هو إظهار أم إخفاء. وذكر رحمه الله في البيتين من أحكام الميم الساكنة الإخفاء والإظهار، ولم يشر إلى الإدغام اكتفاء بما سبق أن ذكره في قوله: وأولي مثل وجنس إن سكن. فتكون أحكام الميم الساكنة على النحو التالي: أولا الإدغام، وذلك إذا التقت الميم وهي ساكنة بمثلها مع إظهار الغنة لحصول ميم مشددة،
كما في قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض، إدغام مع الغنة. والحكم الثاني الإخفاء، وإليه أشار بقوله: وأخفيا الميم إن تسكن. فأمر رحمه الله بإخفائها إذا سكنت لدى الباء، بمعنى إن أتت الباء بعدها، كما في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله. والعلماء رحمهم الله مختلفون في حكم ذلك، وهو الذي قصده بقوله: على المختار من أهل الأداء. فبعضهم يخفيها مع الغنة، وهو المختار عند الجمهور وعليه العمل في زماننا، وبعضهم يظهرها وهو قليل غير مختار، والوجهان صحيحان كما نص على ذلك ابن الجزري في النشر. الحكم الثالث الإظهار، وإليه أشار بقوله: وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قوله أظهرنها فعل أمر من الإظهار، ونونه للتوكيد، والضمير مفعول به يعود على الميم. وقوله واحذر لدى واو وفاء أي يريد فاء، وقصره للوزن، بمعنى أظهر الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء، سواء كان في كلمة أو كلمتين، نحو أنعمت، ذلكم خير لكم عند بارئكم. وأكد الأمر محذرا من إخفائها عند الواو والفاء، وذلك لاتحاد مخرجها مع الواو وقربها من مخرج الفاء، في مثل قوله تعالى: أنتم وآباؤكم، وقوله تعالى: ويمدهم في. ثم قال رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. انتقل رحمه الله إلى بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وقوله يلفى أي يوجد، وحذف رحمه الله حرف العطف قبل إدغام وإخفاء للوزن، وكذلك أسقط همزة إدغام وقصر همزة إخفاء لنفس الغرض. وعلماء الفن عليهم رحمة الله قالوا إن أحكام النون الساكنة أربعة، وهي التي جمعها رحمه الله في قوله: فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. ذكر رحمه الله أربعة أحكام، وهي الإظهار فقال أظهر، والإظهار هو النطق بالحرف من مخرجه موفا جميع صفاته،
وقد جمع ابن القاصح البغدادي رحمه الله حروف الإظهار في أوائل كلمات نصف البيت الآتي: أخي هاك علما حازه غير خاسر. والأمثلة معروف، لكن نقتصر على مثالين وليقس ما لم يقال. من ذلك قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وقوله تعالى: أنعمت عليهم. الحكم الثاني الإدغام، وقد تقدم معنا تعريف الإدغام عند شرح قوله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. وحروف الإدغام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين جمع حروفه في قولهم: يرملون، وقسموه إلى قسمين: إدغام بغير غنة، وذلك في اللام والراء، وإليه أشار بقوله: والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازم. من أمثلته: هدى للمتقين، من ربهم. والقسم الثاني من الإدغام إدغام بغنة، وحروفه مجموعة في قوله: يؤمن. ومن أمثلة ذلك: ممن منع، من نور. ثم قال رحمه الله: إلا بكلمة كدنيا عنون. أشار رحمه الله إلى أن النون الساكنة إذا وقعت قبل حروف يؤمن في كلمة واحدة امتنع الإدغام، وجب إظهار النون، وذلك خشية الالتباس بالمضاعف. وذلك في الكلمات التالية: قنوان، صنوان، بنيانه، والدنيا. وجعل الدنيا عنوانا لبقية الكلمات، لذلك قال رحمه الله: دنيا عنون. فجعل الدنيا عنوانا لتلك الكلمات. الحكم الثالث القلب، ويقال له الإقلاب، وذلك عند حرف واحد وهو الباء، وإليه أشار رحمه الله بقوله: والقلب عند الباء بغنة. فتقلب النون مع الباء ميما. من أمثلة ذلك قوله تعالى: أنبئهم، ظلمات بعضها. الحكم الرابع الإخفاء، والإخفاء هو مصدر الفعل أخفى، يقال: أخفيت الشيء إخفاء سترته. هو حال بين الإظهار والإدغام. قال رحمه الله: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، أي أخذ بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند باقي الحروف، وهي 15 حرفا. وجمعها سليمان الجمزوري رحمه الله صاحب التحفة في قوله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ومن أمثلة ذلك: من تحتها جنات تجري،
وغير ذلك من الأمثلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.